زي ما بيحاول برضو نادي الزمالك ان هو يحافظ على اللعيبه الشباب عشان يبني فريق جديد في الموسم اللي جاي، كمان بيسعى برضو ان هو يضيف بعض الاسامي خلال فتره الانتقالات اللي جايه، وبدا مفاوضاته مكثفه مع نعيم السليتي لاعب الاتفاق السعودي، ووافق كمان مسؤولين الاتفاق السعودي وبشكل مبدئي على بيع اللاعب الدولي التونسي خلال فتره الانتقالات اللي جايه بعد ما دخل اللاعب في اهتمامات مسؤولين نادي الزمالك. واكد مصدر قريب من اللاعب ان مسؤولين الاتفاق السعودي رحبوا ببيع نعيم السليتي لصفوف نادي الزمالك مقابل دفع مبلغ 4 مليون يورو. وكانت تقارير صحفية تونسية أكدت محاولات مسؤولين نادي الزمالك أن هم يضموا السليتي في الوقت الراهن عن طريق التواصل مع إدارة النادي السعودي عشان يقللوا المبلغ المطلوب للتعاقد مع اللاعب.